بيتكم. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. عدد جديد من فكرة سيمي فوري. السبت 6 أفريل نحب شكر خاص للفرقة الموسيقية فرقة مزيكا بقيادة المايسترو خالد بن عيسى. ضيوفنا الليلة الممثل محمد مراد، فنانة القديرة والكبيرة نوال غشام، اكتشاف جديد سليمان المحفوظ. مشاهدة طيبة للجميع. شباب، إجماع على نجاحه في مسلسل فلوجة الجزء الأول وخاصة الجزء الثاني. سعيد جدا باستقباله بحضنا محمد مراد. صحة شريكتك. صحة سيدي. خليناك الآخر سبت في شهر رمضان. أي بيه. خليناك حتى لنيوف المسلسل. أي. من كواليس آخر حوار ما بينت بعضنا عم ناول، كنت تذكر مليح، كانت عندك حيرة. أي. ممزوجة بالحسرة والأسى واللوعة. الله. كيفاش باش نجم نرجع للمسلسل إذا كان فما جزء ثاني؟ أي كانت عملية صعيبة برشا. أي كانت عملية صعبة برشا، إنه ما عرفتش ترقى سوسن وصندس طريقة باش يخرجوني، كانت حاجة ديليكات. معناتها كان لازم تتشد، كان لازم تدخل الحبس. أي كيما قلنا عمناول راهو معناتها كادير لازم يتعاقب في كل الحالات، معناتها حتى كان تعاقب عمناول وخرج هاك رينا سنة اللي العقاب سيء ما عادش لا مفر منه كيما قال. كانت فما إمكانية إنك ما تكونش في الجزء الثاني. اي نجم بطبيعه، لا اسمه مش بيدي هي الحكايه فصون، دونك بيد سوسن وصندس هذاك اي نصور. اي نصور مش حزن، ليه مش حزن، ما حسره بالك شي. كان تعدى معناتها سنه فلوجه وانا مانيش فيه، كنت نجم كنت قلق شويه معناتها ما نكذبش عليك. 4 ملايين مشاهده في الحلقه الاخيره، رقم قياسي. النهايه كانت ممزوجه بمجموعه من الاحاسيس عند التوانسه، فما حزن على موت الاستاذه، فما فخر قيمة التعليم زادة كيف كيف، والمدرسة التونسية كيما حبوها التوانسة، وفما زادة كيف كيف القبض عليك. وأنت الحبس يليق بك على الأخر. أي الحقيقة العبيد كل تشمتت وقال لك حاجة حتى أنا تشمت فيه معناتها كدير، خاطر معناتها ماهوش معناتها هي شخصية بطبيعة، ما كمي معناتها شخصية كيما هذيك لازم تتعاقب في آخر المطاف، و معناتها أنا بدي ارتحت كي خذيت عقابها الكبير. 20 سنة من أجل مسك وترويج ممنوعات، والسجن مدى الحياة من أجل اغتصاب قصر. التوانسة كل كرهوك. أي. تجيوك تعليقات مساجات. أي يجيوني برشا مساجات، سورتو إنه برشا يدعيوا عليا معناتها، برشا يسبوا، برشا يقولوا لي راهو كرهناك، أما نعرفوا لهذاك التمثيل. أما زاد الأكثرية دعاء طول معناتها. دا طول معناتها tout au long du feuilleton يدعيوا عليه. من نوع برشا دعاء كل اللي عرفت الحمي قشعر له، فهمت كل اللي نقرا بعض كله يجب ربي مش عليا معناتها، باللي باش يكون مش عليا على كادرهم يحكيوا. مي بون معناتها حاجه توجع معناتها وتفرح زيد ان ميم طون، خاطر نقول انا فينالمون كان معناتها كان وصلوا كرهوا البيرسوناج سي كو باكشي نجمت نخلط اللي حبت تخلطوا سوسن وسندس. نجموا نقولوا انه اليوم كسرت مع الكليشيات اللي يمكن بعض المخرجين حبوا يحطوهم فيك؟ قل لي انت. نتصور نتصور ويمكن في فتره من الفترات تحصرت فك اللون الطفل العاقل، لدرجه انك ما نعرفش في واحده من الحوارات قلت ما عادش نحب نعملهم. اي فديت جيت بريود قلقت معناتها. لو مخرج عادي يقول لك يجي باش تتمثل ولا تو نجم نرجع معناتها، تو نجم نناقشوا في الشخصيه، نجم نناقشوا في السيناريو، اما جيت فتره انه كاو فديت منه معناتها دور العاقل المتربي اللي خاف من امه معناتها، الشخصيات اللي خدمتهم على مدى سنين اللي ما نجمش ننكر فيهم معناتها وفضلهم علي انا كممثل وفي معناتها في الخدمه اللي خدمتها. بار كونتر كاو جيت فتره اللي فديت منها وجتني تو فرصه كدير باش نجمت نبدل معنا. كانت سهله تبديلها علما وانه احنا اليوم نكسروا في كليشيه لصق عند اذهان التوانسه، ومش اي مخرج نجم يقول لك انا باش نغامر به. معناتها اليوم انت مغامره، معناتها ديلور عيني زرق شعر اصفر ابيض بوغوس، ماهيش هذه تصويره الديلور اللي نعرفوها، موشم ساعات مشلط، ساعات يكون وجهه فيه قسوه فيه عنف. نعاود نقول الفضل يرجع لسندس
اللي هي اول واحده خمت فيا معناتها في دور كدير. سندس قالت نحب جانسور سندس هي اللي معناتها ذا سوس نحكيت لي وبعد حكيت مع سندس. سندس هي وهي تكتب قالت علاش ليه معناتها الديلور رول كدير ما تيوش محمد مراد. دونك كانت مغامره من سندس وسوسن كانت معاها في معناتها قالت لها علاش ليه وخطفت الحكايه وان شاء الله اللي نكون كسرت معناتها على الاقل في عامين اللي فرحت ولا خفت اكثر ديلور؟ لا بالعكس فرحت. لا فرحت ما قلتي النجم وما يقبلونيش الناس. كنت عندي ثقة اللي النجم عندي ثقة في ساوسن ديجا وعندي ثقة في روحي اللي منين تستبد الثقة هذه علما وأنه فما مرة ونحب ديما نعاودها باش يبقى كيما الدرس يمكن ممثلين أخرين صغار. وقتها أنت تعمل في نعورة الهواء وكان فما أولاد مفيدة. أنا سألتك سؤال قلت لك تنجم تكون أنت واحد من أولاد مفيدة؟ قلت لي أي نجم نكون. فما برشا تعليقات جات سلبية وهبطت عناوين ومستحيل انك تكون باد بوي بيصير خاطر انتم هبطتوا محمد مراد قال انا وليد في صاله ولا حاجه هكا واحنا جوست حكينا في فازه هكا. دونك التعليقات كانت وانا وقتها بديت كي بديت نمثل معناها شفتك العمل وقتها كانوا التعليقات راهو يمسوني برشا بارابور تاو بالحق الحمد لله ما عادش يمسني حتى مش ما عادش يمسوني اما معناتها واحد بالخبره فهم اللي سان غين افواغ بالدنيا نسيتها. اما وقتها تاثرت شويه معناتها بالتعليقات قداش فيها نوع من معناتها هجوم علي انا كيفاش انت تنجم تعمل دور واحد في صاله ولا ديلور ولا نسيتها الحكايه هذه ولا قعدت معاك وتتذكرها؟ لا نسيتها الحقيقه. لا نسيتها تعديتها فات على 21 حلقه. خمسه حلقات يتسكروا على وجهك. دليل على شنو هذا؟ والله ما خممتش دليل على شنو هو الحقيقه. محرك احداث اي عنصر تشويق اي متفاهمين عنصر اي اما شنو هو الكوز من بعد كتيبه وين ما انت تتسكر عليك فما مصيبه جايه في الثنيه. اي لا والحمد لله رول كدير معناتها زاد باش زاد ما نكونوش في انا عملت برشا حاجات وحدي ولا اللي هو نحب نقول اللي بالحق رول كدير مكتوب بالكدي بطريقه ممتازه عاونتني على الاخر باش انا نجم معناتها نوصل اللي حبت توصلوا سوسن معناتها فهمت. الفضل زاد بطريقه كبيره ياسر يرجع لسوسن سوندس خاطر كتبوا رول كدير معناتها ممتاز كان الكتابه كانت ممتازه. كيفاش بنيتها الشخصيه؟ السنة راني بنيت على عمناول خذينا شنو هو اللي حكيت برشا انا وسوسن خذينا شنو الحاجات اللي عجبوا العباد شنو الحاجات اللي سوسن زاد عندها عجبوها وبنين عليها شخصيه كدير السنة اللي عنده عنا امتياز كان انه هو تخلى الحبس دونك نجم يكون شخصيه اخرى معناتها اكثر شر من عمناول معناتها هو هذا متطرف كله في الشر هو متطرف عمناول كان اقل شويه معناتها كان بالافعال السنة نجمه بالافعال ويلاكسبت معناتها وكان مقتنع بالشر نتاعو. جمال الشكل يغطي على الشر نتاعو ولا ليه؟ مثلا نجم نحب ديلور، نجم نتعلق بديلور لما يتقدم لي بهذا الشكل الجميل. اسمعني هو راك تتعلق بديلور راك تنجم تتعلق بديلور حتى ماهوش معناتها حتى كما قلت انت مشلط وفصال ما عنده حتى علاقه بالموضوع معناتها من بعد سا ديبونك انت شنيا معناتها بشنو تحب تتعلق اما حكيت المنظر راهو ما عنده حتى علاقه بانك تتعلق بالعبد شخصيته هي اللي بالك شي تنجم لا يقول لك سبب كبير باش تتعلق به. ساعات نقرا في تعليقات في بعض المسلسلات يتقدم الديلور بوغوس سافي ريفي يحلم وكانه حلمه مزيانه ماهوش هكا العبد اللي تنفر منه. ويقول لك يلزم الحذر باش ما يبداش فما تبييض للديلور بطبيعه وما تتصورش في رول كدير معناتها حتى في الكتيبه راهو رول كدير ماخذيه حتى معناتها اوكان مومون ما رقينا فازه محلاها قول واه والله شو محلاها الفازه اللي عملها كدير شو والله معناتها ما ثم زيرو امباتي انفيغ كدير تو طولون دو الحلقه الاولى السيزون الاولى والسيزون الثاني معناتها ذاك علاش ما تنجمش في حتى حالات انك تقول محلاه كدير عمل فازه خيريه ولا يحب امه ولا يحب فهمت معناتها ما عملت حتى غلطه باش تخلي المتفرج يقول والله ابار في الاخر مش هي غلطه اما في الاخر معناتها الاخرانيه ان العبيد غاضهم كدير كيفاش عطى ثقه البرهين وبرهين خان ثقه كهو معناتها ذيك المومون الوحيد اللي لقينا المتفرج عنده شويه امباتي انفيغ كدير. لو نرجعك للمواجهه ما بين كدير وامل تو حتى كيف نشوفوا السيكونس تشوف مليح انسان يخوف برشا انسان عنيف برشا تشوف لهنا هذوما ملامحك في الدنيا استعملتهم في الدنيا ولا ليه؟ لا الحمد لله لا عمرك استعملته في الدنيا لا هكا وجهك عمرك مريض؟ لا ما عنديش علاش باش يخرج كي بالك وانا صغير بالك اما بالملامح هذوما معناتها التعصب وانا صغير بالك في الادوليسونس اما الحمد لله ملي كبرت عمري شوف العروق نتاع رقبتك عمري لا استعملت
داركم ايش قالوا لك لما تفرجوا معاك في المسلسل خاصه في حاجات كيما هكا؟ امي الحقيقه معناتها النهايه ما عجبتهاش، خاطر حست معناتها بطريقه تلقائيه حست انه تظلمت، معناتها معناتها عندها هي كيفاش انا مش تظلم كادير، معناتها غضيتها كيفاش انا دخلت الحبس، فهمت؟ معناتها تمرمد بعد ذاك الكل، زعما دخل الحبس في ديزني لاند. اي معناتها قلت لها وقلت لها، قالت لي خويا انا هكاك انا ما عجبنيش كيفاش انت دخلت الحبس هكاك، معناتها بذل، معناتها حبت تقول، فهمت؟ حبت طريقه زعما سبيكتاكولير استعراضيه والا تهرب، قالت لي ولا فهمت دوك حاجه تلقائيه، معناتها ما عند الحمد لله انه مش الامهات يكتبوا فيها. لا لا ولا راهو حاجه اخرى جمله، معناها ما نعرفش اذا كان هذا بالنسبه لك انت اقصى المشاهد اللي صورتهم ولا ليه؟ من اكثر المشاهد اللي استمتعت فيهم، اكثر المشاهد اللي استمتعت فيهم هما هو المشهد هذا. فما التنبير جاء وقت اللي خرجت من الحبس، لحيتك محصوره بوغوز كالعاده، وقت اللي سونسي تكون في الحبس ما ثميش حتى سالنا راهو معناتها في الحبس ديجا لحي حكينا وقتها سالنا سلفيين، معناتها نذكروا حتى في بيريود معينه يدخلوا الحبس ويخرجوا بلحيهم، معناتها ما عادش هذاك اللي يتحجم لحيتك. قالوا لي في معناتها في الحبس ثم عندك مشط وعندك معناتها عندك نجم تشري جيل ومرك امريكا لو انت خارج، فهمت؟ الحوايج تدخل بيهم تخرج بيهم، دونك فهمت تنبير. اي صحيح، وتنبير جاي من عند برشا عباد، اما ما يسالش معناتها هذا ما ينجم كان يثري الحوار. فيه جانب من الطيبه كدار والا نالة. اكحل. اي ما في حتى هكا لينا، معناتها حتى ظهر لي المومون الوحيد اللي العبيد هكا عجبهم شويه نهار اللي كان ظهر لي باش يختصب امل وبطل ولا حكايه، دونك العبيد ما طلع في عيني العبيد، اما سينو ما عنده حتى ذره طيبه. باش نشوف على وحي شخصيه كدير في الحب، عملتها ولا ما عملتهاش؟ عملتها ولا ما عملتهاش؟ قلت لطفله كما في المسلسل راك محسوب مرتي. نالا هذيك عملتها؟ اه ليه ما عملتهاش؟ سامحني ليه ما عملتهاش؟ ليه ما عملتهاش؟ ليه ما محسوب مرتي؟ وش معناتها؟ خاطر ديما نعرفوها في الفكر التونسي، محسوب مرتي معناتها عندها خلفيه خبيثه، معناتها فهمت؟ دونك انا الحقيقه مانيش في الخبث هذاك والمانيبيولاسيون، دونك محسوب مرتي لي اسباب خبيثه عمري العمل. بالعكس محسوب مرتي في اطار بالعكس يجي نهار نعرسوا هي مي با بلوس. قلت هالطفلة تهنى حبي مستحيل نغزر الوحدة غيرك، وانت غزرت الوحدة غيرها. حتى كان غزرت عمري لا قلت لها لي انا مانيش باش نغزر. الخيانة ما تعرفهاش؟ خيانة ما نعرفهاش، معناتها كي كنت صغير اي الحقيقة، ما صغير معناتها في الادوليسونس، اما الحمد لله كي كبرت ما خيانة مش جوي. انت تعرضت للخيانة ولا ليه؟ والله على حسب علمي لا، اما على حسب علمي معناتها من بعد ما نجمش تعرف كل شيء في الدنيا هذه، دونك على حسب علمي انا لا. حبيت ولا لا؟ طفله تقرا في ليسي وما زلت قاصر. اي اما انا في ليسي زاد. انت وقتها؟ اي وقت انا معناتها 18 وقتها. اسمع قاصر راهو المشكله، كي القاصر راكي تولي انت كبير وهي تقعد قاصر، اما تبدا انت 19 وهي 18 ولا 19 17 ولا 18 16 راهو ما عندها حتى علاقه بالقاصر. فارق العمر مهم بالنسبه للعلاقه مراه وراجل ولا ليه؟ ما ليه هيدي؟ معناتها انا نخمم اللي ما عنده حتى علاقه لفارق العمر، كان زوز عباد متفاهمين فمش علاش فارق العمر ينجم يكون اوبستاكل، ما ينجم يكون اوبستاكل كان في عيني العباد بالكش، ما تنجم معناتها الكوبل ان سوا ما ثمش مشكله. تنجم ترتبط بمراه اكبر منك 15 20 سنه 25 سنه؟ كان هربت لي بمخي علاش ليه؟ هربت وانت علاش 20 جمله رديتهم 20؟ ما نمشي معاك للاقصى. ما كان حاجه كبيره ياسر، علاش معناتها مانيش ضد، فهمت؟ مانيش ضد. خممت تكتب صديقك على طفله بالسرقه على عائلتها وعائلتك ولا ليه؟ عملتها ولا ليه؟ لا ما عملتش. لا حتى نكتب صديق ساعه في بالهم الناس الكل وما خممتش فيه، خلي هذا ورا عائلتها. تنجم تعملها ولا ليه؟ اي نجم نعم، معناتها في المطلق كان تجي هكا هبله ولا تجي اطار انه لازمني ناخذها وثي ما عادش عندنا حل نعملها. الوالده اللي نسلم عليها لو تقول لك ليه على بنيه؟ لا ما عندناش احنا تقول لي الحقيقه سامحني. لو تقول لك ليه؟ اقنعني ومستحيل تقنعني، معناتها كان انا خذيت قراري ما فهمت انا اللي يقنعني خويا نمشي بكلامه، ما هي مستحيل تقنعني كان انا خممت في حاجه. عملتها ولا ليه؟ حبيت استاذه تقري فيك؟ اي ما نتصورش ثم واحد ما عملهاش معناتها. حب استاذه؟ اي حب معناتها تضرب في استاذه حاجه عاديه معناتها، ثمك
تمك الفانتازم نتاع هي فهمت معناتها تقري فيك وهكا تكون لاهيه بال... تكون هكا بحبوحه ولاهيه بال... بالكلاس ثم معناتها كيما نوح وتضرب في البروفا ما تصورش حاجه اكسيبسيونيل معناها استاذه شنو جيستيون شنو كنت تحبها معناتها في الطاوله لا مش نحبها ما كنت هكا كنت كي تجي معناتها نمشي لها نجري باش نقرا ونبدا عيني قلوب معناتها تقري فينا با بلوس فهمت اما هكا عندي معناتها حب من طرف واحد بيان سور مدام لا 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 نسيت حتى اسمها اي ليه معناتها هي تو مدام اي سيغتين مو اي ليه ما عادش عندي بها اتصال معناتها في الفاك في اليشوسيه قرر في الوقت كان اعجاب ولا كان حب؟ اعجاب 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 يميل للحب اما اعجاب اكثر منه حب فهمت عملتها ولا ليه؟ عملت علاقه مع امراه وانت تحب امراه اخرى او عملت علاقه مع طفله وانت تحب طفله اخرى؟ اي اي ساعات ساعات يبدا قلبك في بلاصه وانت في بلاصه اخرى علاش ما تقصهاش من البلاصه هذه باش تمشي للبلاصه الاخرى لا هاو الفرق ما تقلبك في بلاصه نجم قلبك راه يقعد في بلاصه وحده ما انت 4 سنين شنو تقعد انت في الدار 4 سنين وحدك آه. قلبك قلت مش آه. انت بكل غير ما تقلبك نجم يقعد حياتك كامله مع شكون وانت شنو تبطل كل شيء اما كل حاجه في بلاصه قلبك نجم يكون في بلاصه انت في الحب رومانسي مغيار صعيب حزار لا 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 رومانسي لا مغيار لا صعيب لا حزار مالا شنو شنو لازم هذوما الاربعه ما هو فما يا اخي لا رومانسي مانيش رومانسي ماكش رومانسي نتاع شمع وورد لا 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 با سبيسيالمون رجله رجله واحترام معناها حزار مش مش بطريقه مش بالطريقه المطلقه تكون سيب تتدخل في لبسه مرتك لا اما نختارها حسب فهمت ما نبدلهاش اما نختارها حسب انا شنو نحب حبيت واحدة مش من نفس المستوى الاجتماعي ولا الثقافي اللي عملتها ولا ليه؟ كوكو صعيبة الكلمة عندك شكون بشي يفرق بين المستوى الثقافي والاجتماعي ما هي عملت من خمام مش معناتها كس من خمام يعمل مشاكل هذي ولا ليه؟ ليه الحقيقة ليه أسمع العلاقات علمت إنه العلاقات مع أي مع أي طفلة أي امرأة معناتها كانت تكون مبنية على الاحترام بالحق ماهيش لغه نتاع معناتها هكا لغه نتاع خشبيه اما كان مبني على الاحترام راه حتى شيء ينجم يقلق حبيت من طرف واحد ولا ليه اي اي مش عذاب الحب من طرف واحد وشكون قال لي العذاب خايب معناها في الحب العذاب الحب ساعات معناتها اللذه نتاعو في في الوحش وفي في الوجيعة الصغيرة معناتها مش في الديبريسيون بيان سور وفي في الاكستريميزم اما ساعات تتبنن مشاعرك والحركة في في قلبك في في الوجيعة في البعد شنو اللي كان ناقصك باش تواجه الطرف المقابل؟ لا هو ساعات راه ما ينجم يكون حب كان على خاطر الاخر ما يحبكش فهمت؟ فمش مشكلة في في هي ساعات معناتها يوم تقول لك نحبك يمكن ينقص الحب بالطبيعة بالطبيعة ينقص على الاقل ينقص والنهار اللي تتعرف وتدخل اكثر ساعات ينقص فهمت ساعات تقعد هكاك تحب و... وانت عامل جو حتى على الوجيعة هذيك صغيره خير برشا من من علاقه عاديه كلاسيكيه دونك نفهم ان الحب عندك مغامره وتحدي أي. ومهمه اي اي وتشيق على روحك معناتها فهمت والحب تحريك مشاعر في فينا الماء معناتها دونك نجم كل واحد وطريقه نتاعو باش باش ياخذها غريب في الحب انت يا يعني نتعلم غريب اليوم كودات شويه كودات حليناهم مع نوردو كان كانت فما برشا كومبليسيتي مع بعضكم تعرفوا بعضكم قبل ولا ليه؟ نوردو ريتو مره قبل في في مسلسل معناتها في 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 باش نحكيو على مسلسل وقت نلقى نوردو ريتو مره حكيت معاه ثلاثه كلمات اعطاني انرجي معناتها هذا نحكي لك في معناتها بكشي 2020 ولا 21 ما تريتو في مع سوسن وقتها دونك باش نحكيو على الحكايه دخلت نرقى هكا كي انا قلت راني من نجم واعتذرت على العمل وقتها كل شيء نوردو هكا معناتها حسيت في عينيه الحزن وحبني دونك من وقتها دخل قلبي وعاود قابلت معاه توا في 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 المسلسل وياسر ياسر ياسر عمل جو معاه ممثل بارع يومينمون عبد اكسيبسيونيل معناتها وليت صحاب القدينا وياه وكاو شخت شخت في في الخدمه معاه هنا اكثر لي سيكونس اللي عندي سنه مع مع نوردو تسمع مزيكته ولا ما عندكش مع الراب وليت نسمع وليت نسمع بعد كي تعرفت عليه ما عنده اغنيتين ثلاثه نسمعهم انا كتبت صحيح طلع بوليس اي صحيح عداها عليا اما في الدنيا من ارجل واحسن ما وي. ما عرفت حساس برشا نوردو وصاحب صاحبه و
معناتها قلبه حنين وحساس سورتو صعيب ياسر توا تلقى راجل اللي حساس ويوري اللي هو حساس معناتها مش هكا اللي زعما راني انا قوي ولا لا معناتها اللي ثم وعبد معناتها صاحبه كما يقول السيكونس الاولى انت ونوردو عملتوا شطحه على غنايه جزائريه الشطحه القد صدى كبير برشا على مواقع على التواصل الاجتماعي كنت مقصوده ساعة انه قبل كل شيء نمس جمهور جزائري من خلال شطحه جزائريه الحقيقه ما نعرفش سوس نخمت في حكايه الجزائري ولا لا معناتها خاطر يتبعوكم برشا في الجزائر بيان سو اما سكي سو راهي سوس انا مرجت لي كبتي قبل مشهر من السيكونس تقول لي يا مراد راهو باش نعمل شطحه انت والنوردو كي يا مراد راهو باش تشطح لي كيما توا في تخيب روحك في بنتي يقول لها امريك يا سوس امريك جاتني قبل بجمعه على جمعتين عطاتني الغناء قالت لي اوكي جوزيفين باش نحط كاو دونك سمعتها ثلاث اربع مرات وحطيت الغناء عملتها وشطحتك هذه تستعملها الشطحه هذه في حياتك اليوميه ولا لا لا شطحه تمثيليه ليس هي شطحه كدير معناتها فهمت كدير يشطح هكاك بكل لا لو نحط لك جوزيفين انت في الدنيا كيفاش تشطح لا بكشي ما نشطحش عليها بالك شي جم معناتها مش جوي الحقيقه برشا الغناء هكا اما كدير جو فهمت انت على شنو تشطح ما نشتحش في الدنيا ما تشتحش جملة ما نشتحش سبيسيالمون لي ما نشتحش انت كان في هكا في عرس في حاجه نجم ناخذ بخاطر فهمت العائله ولا حدا ما بصفه عامه ما نشتحش في خلينا نشوفوا الكواليس مع سوسن خاطر الحكايه هذه فيها كواليس اي بالطبيعة هنا تعلم فيك في شطحه ولا تشطح ولا تنحي في ستريس زوز هنا في البوز وفهمت والغناء قاعده تطيب وقاعدين نحضروا في لي كوليس باش نصوروا وسوسن ديجا باش تعطينا لي كادر منين لازمنا معناتها الكاميرا وين محطوطه دونك ندوروا هكا ندوروا من هنا وكا وصحاب الكدينا وسوسن دونك علاش لا نشطحوا مع بعض هنا مش تعلم فيك في الشطحه مع بعضنا منها تعلم فيا ومنها نشط معناتها منها هكا تقول لي منين ندور اكثر الكاميرا باش تكون اوضح ومنها نشطح مع بعض الغنية دارت برشا بعد المسلسل وصلت توا ال 35 مليون أغنية رضا الطليان راضي على ادائك في المسلسل بنسبة 70% لو يصير فلوجة ثلاثة وانت ماكش موجود فما حزن عندك ولا لا مرة هذه لي الحقيقة لا مرة هذه عاد كما يقولوا وخر لين ظهر لبيم وفي كاو عاد هربت السيزون الاولى منعتها السيزون الثانيه منعتها كاو تو معناتها سيزون بريك وين يلا هوبا سوسن تخرجها معناتها تعمل حاجه اما لا الحقيقه معناتها من غير حتى حزن وبالعكس حتى كان ثم فلوجة ثلاثه معناتها ما نجم كان نشجعه وبالعكس نفرح على الاخر لنجاحه معناتها خاطر كنت علاش معناتها عضو مهم فيه معناتها علاش في الجزء الاول كنت مريض وفي الجزء هذايا كنت مرتاح خد الجزء الاول ما تعرفش عليها باش تكمل الثاني ولا ليه معناتها فهمت وثم فرصه انك تخرج توا سيء توا ما ثماش فهمت معناتها الجزء الاول كيفاش وفي هاك هي ورقات معناتها طريقه باش نجم تخرجني توا معناتها كان باش تخرجني بطريقه معناتها ماش ثم انسبيراسيون تصور كوكو راي سندس وسوسن نجموا يبهروك باللي نجموا يكتبوه محمد مراد الاسئله السريعه محمد مراد في الأسئلة السريعة برجك وتاريخ ميلادك وسنك 15/9/90 برج العذراء عمري 33 سنة شو تربيتك محمد مراد؟ قشطة شو معناتها؟ ما عندهاش معنى مهم ما عندهاش معنى ما جيت من مليانة في الكوليج من لقب شقرون وولات قشطة ما نعرفش كيفاش اما هكاك معناتها حاجة ديبيل على الاخر وانت محمد مراد مش شقرون كانت ثم طفلة بلوندة معناتها بلوندة تقرا معايا يصحبونا اخوات وهي كانت معروفة في الكوليج مشيت فينا اخوات من شقرون وولات قشطة دونك حاجة ديبيل على الاخر اما قاعد تبع في التوا قشطة بشو مغروم في الدنيا خارج مجال الفن؟ كامبينج أعطيني ثلاثة بلايس لازم نمشي لهم وكامبي فيهم. واد عبيد، عند راهم، وهواري. في الصيف هذوما. عند راهم في الشتاء. وعند راهم في الشتاء. عند راهم في الشتاء. عندك بلايس معينين في مثلا تنجم تمشي لجالطة زادة، جالطة. باهي، أكثر أبليكاسيون تستعملها في تليفونك؟ انستغرام. يهموك جماتك و كومنتاريتك و... كما اي معش كما اي عبد معناتها مختلفين فما ناس يسكر لهم انستغرام نهار لا 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 مش للدرجه لا الحقيقه مش للدرجه ما كي نبدا معناتها
ثم نص ساعه في اليوم معناتها في النهار عادي، في رمضان اكثر شويه الحقيقه خد ثم رياكتيفيتي، اما في سير الايام معناتها ثم كل نص ساعه على الاقل في النهار هكاك تسكرولي كيما اي عبد، تبدا ساعات متقلق اما كوميم تشلوفي. عندك تيك توك ولا لا؟ لا لا ما عنديش تيك توك. اما راه في برشا تيك توكات محمد يبعثوا لي وبالعكس يعطي صح اللي عمل خاطر خرج حاجات انا بدي نسيتهم وعمري لا ريتهم في حياتي، ويبعثوا لي ساعات نقعد بيت نقول منين جابهم هذوما، اما مش متاعي انا وما عندي حتى كونت تيك توك. اكثر حاجه تصرف عليها فلوسك؟ فواياجات. تحوش برشا؟ اعطيني ثلاثه وجهات باهين عجبوك على الاخر. روما، روسيا، فيليبين. فريقك الرياضي المفضل؟ ترجي رياضي تونسي. كل هبطة ها؟ كل حاجة في بلاصتها. هاي ليه ترجي بطبيعة. متعصب؟ في استاد اي متعصب. تمشي الاستاد؟ اي. تلبس مراول؟ اي. ليه في استاد راني انسان اخر معناها. معناتها ملي نخرج من الدار راه ثما فلسة اسمها استاد ننزل عليها وما تعقلنيش معناتها. علاش تحب الترجي الرياضي التونسي؟ كيكا تربيت خاطر أقوى جمعية في تونس على خاطر تربيت على الترجي الرياضي التونسي. وخاطر معناتها حركت لي برشا مشاعر وانا صغير، كنت نمشي فيراج قبل وكنت نبهر برشا بالدخلات وباجواء الاستاد، دونك مليانه صغير فرحتني دونك قعدت نحب التو. لو تجيب صغير وولدك ما مستحيل يطلع يحب حاجه اخرى بخلاف الترجي، يعني ما يحبش الكوره ما يسالش ما يحبش الترجي. ليه مثلك الاعلى في التمثيل عالميا؟ ديكابريو. في تونس كنت نحب ياسر لطفي الزيري الله يرحمه. اكبر مخاوفك في الدنيا؟ والله هيدي علمت روحي ما نخافش بس عاد فما حاجات قويه برشا معناتها مخاوف الموت الفقر العجز الاعاقه والله ان شاء الله واحد يقبل الفقر. يقبل ليه فقر ما يقلقنيش ما يخوفنيش. الاعاقه قبل كنت عندي مشكله هكا في مخي شويه مع الاعاقه واحد يخاف، وبعد علمت اللي كان واحد معناتها كان واحد يخدم على قدرة التحمل ويكبر مخه أسهل من أنه يقعد يخاف من إعاقة ولا من إعاقة واحد من العائلة ولا فهمت؟ معناتها من اللي واحد كان يدبتي يروح ويكبر مخه ويكون أقوى باش يكسبتي أي حاجة أي ظرف يجي من الدنيا أسهل برشا من أنك تقعد متخوف وليه ليه وهذيك ما تحكيش فيها ودري شنو. دونك واحد يدعي ربي أنه يكون في صحة جيدة هذه حاجة مهمة، وأنه واحد مخه يكون كبير ونجم يكسبتي أي ظرف يتعدى به، وهذا أسهل برشا من أنك تطلب برشا حاجات أخرى. السعادة بالنسبة لي في كلمة هي الحرية. بعد ثلاثة سنين نشوف روحي. اي شو نشوف له. وين تشوف روحك؟ في تونس وخارج تونس ان شاء الله. وكأنك محمد مراد حطيت ساق مهمة عربيا، صدفة انك تكون في تاج وإلا خدمت على روحك وتكتكت وحسبت لقيت روحك في تاج اللي هو واحد من أهم الأعمال العربية يتعدى على قناة MBC ونلقاوها على منصة شاهد للمخرج سامر البرقاوي، تجربة عربية مهمة جدا. صدفة هيدي الحقيقة، معناتها خدمت على روحي أمامها معناتها كممثل كيفاش عرفوك؟ كيفاش عرفوني؟ كانوا حاجتهم هما بدور متاع معناتها ممثل هنا وحبوا عليا انا. دونك لهنا الشكل خدمك. اي لا هنا الشكل واللغه هنا حبوا على واحد يحكي بالفرنسي ويظهر فرنساوي. وينجم يمثل معناتها خاطر ينجم يمثل بالشر هذا فهمت؟ خاطر بعثوا لي دو بيرسوناج ينجموا حتى السوري الواحد نص سوري واحد نص فرنسي، دونك ينجم السوري نتاعو يكون مكسر شويه والشخصيه هذه. دونك عملت الشخصيه هذه اللي خرق لي مام با باش نشوفها اللي عملته خاطر عجبته برشا في الشر هذا. اتقال برشا على خطى ظافر العابدين محمد مرادي. ان شاء الله والله ان شاء الله ذا ينجم يكون كان مش عارف لي انا معناتها كان واحد يتبع ثنيه ظافر، وكما هو قال ظافر بالكش كلنا ما عندناش نفس الباركور وما نجموش نكونوا نفس كلنا عندنا نفس الباركور، اما ظافر معناتها انسبيراسيون كبيره برشا للتوانسه للممثلين التوانسه الكل. تبعك ظافر على انستغرام وكتب لك تعليق. اي افرح بيك. اي الحقيقه ظافر تبعني على انستغرام يحط لي كومنتيرات ما حكيناش ما
حكيناش ديريكتومون ولا مره، اما خدمت معاه دايخ، خدمت معاه قبل في فوسنوت، معناتها كان اول فيلم وقتها كنت، معناتها كنت قابلت انا وياه، وكان ياسر ياسر متروبي، وبعد ولينا نتواصلوا جوست بالانستغرام. شخصيه هاري الجنرال اللي عمل مشاهد قويه برشا في المسلسل، فما العنف الشخصيه اللي آه. هذه صدفة أنه الأدوار قاعدة تتطور؟ لا صدفة، هي صدفة مع بعضهم، أو جاءوا زوز أدوار فيهم شر. وأكثر خدمتك كانت مع تيم حسن؟ أي 80% من المشاهد متاعي مع الأستاذ تيم. في الدنيا كيفاش؟ نقول أستاذ تيم خاطر عائلة الأستاذ محمد، ومعناتها أخلاق كبيرة ياسر وتواضع، ومعناتها الحقيقة مريت منهم كان الباهي، كسوال البرود معناتها شريكة الصباح ولا الأستاذ تيم ولا الكل ولا المخرج أستاذ سامر، معناتها بالحق مريت منهم كان الباهي، وكنت معناتها كانوا كي جابوني نجم عربي، معناتها ما ثم حتى فرق بيني أنا وواحد آخر جابوني. والكلام هذا أكدته في يونان على موزايكا فام، أي شادت برشا بالأداء نتاعك. شو إحساسك محمد وقت اللي اليوم تعمل دور ناجح في تونس، فما إشادة وعربيا فما 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 تألق، وفنانين عرب مهمين، ظافر عابدين يكتب لك في يونان في موزايك تقول محمد مراد، تيم حسن تقول عيط لي الأستاذ. ما نتصورش عشت مرحلة من الرضا المهني أكثر من العام هذا. أي صحيح صحيح صحيح، ما أنت السنة شيخة كبيرة ياسر، ونحمد ربي ما نجم نكون كان شاكر للدنيا والربي على اللي نعمل فيه، وعندي زادة بارتي تقول إن ريكونيسونس حتى بالنسبة لي أنا، نقول بالك زادة أنا مش كل شيء بالزهر وكل شيء، زادة أنا حاولت في فترة معينة نخدم على روحي، نخدم كسوة على المورا على البسيكولوجي متاعي على التمثيل، دونك زادة أنا عندي اون بار دو بارتيسيباسيون في النجاح هذايا، وحاجة ما تنجم كان تفرح. ونزيدهم وحلة مع ندى الرحمولي زاد كيف نذكر انك خذيت جائزة افضل ممثل في مهرجان وجدة في المغرب، عملت زاد فيلم المبين مع ندى المزني حفيظ، وشفناك زاد في ادوار متغير على الاخر. بالحق معناتها في وقتها جيت ولا خذيت وقتها المسيرة؟ اسمع انا الصبر راني تعلمت نصبر على الاخر، وصلت مرات تشك في روحك محمد؟ اي بطبيعه اي شو تقول ما نعرفش نمثل نحب نبطل؟ بس ما نعرفش نمثل، اما باش قاعد نعمل بالكشي مش هذا جوي برشا، معناتها بالكشي مش هذه خدمتي، بالكشي مش هذه الدنيا، خاطر الخدمه خدمه، معناتها التمثيل تمثيل، وراه الدنيا اكبر برشا من التمثيل كهو، فهمت؟ دونك نقول بالكشي جفي غاتي ما في على خاطرني شدت في التمثيل، بالكشي جفي غاتي التمثيل خاطر شدت في الدنيا، دونك الاسئله ديما وجوديه وديما محطوطه. شنو اللي يخليك تنجح؟ شنو اللي يخليك ما تستسلمش؟ هو الصبر، والصبر صبر صبر، وزاد خدمت على روحي، قلت لكم معناتها على ليتا مونتال نتاعي انا طلع هو اهم، معناتها فهمته بودا مومون اللي اهم حاجه راهو هي مخك، وانك تدبتي روحك، وانك تعرف تتصرف، ومحد شيء ما قلقك، وتخدم على المونتال نتاعك يخليك، خدمه ترجي وحدها، الدنيا ترجي وحدها، وماهيش صعيبه برشا، معناتها الدنيا ماهيش حاجه صعيبه ياسر. مخك شو يحكي لك في الليل وقت اللي تبدا محبط؟ وقت اللي نبدا محبط لا ما نكون مش احباط، راهو لي احباط الحقيقه مش لدرجه احباط، شيكك تعرف، كنت يمكن شكرا يقول اي به بلان بي بلان سي، وقتاش نجم نقول سي، وقتاش البوان دو نون روتور، وقتاش نقول هيك هاو صعيب علي، اسكو نجم نكمل هذا باراليل ونعمل اون ميم طون حاجه اخرى باراليل. جيت فتره كنت نخدم مع طفل صاحبي، معناتها في معمل نتاع ريسيكلاج نتاع بلاستيك، وكانت لي خبره ممتاز، عملت 6 شهور مع هو، وكنت انا شادد معمل كامل في 50 خدام، اللي انا معناتها تصور ممثل جايهم كان يتفرج في التلفزيون، يلقاو 50 يلقاو شادد معمل نتاع بلاستيك من الاول عليه، عملتها خاطر ما ثماش خدمه وقتها كل شيء، ولازمني نتحرك، وصاحبي وقتها استحقني، من بعد معناتها بنا كبيره ياسر، كيفاش انا حسيت بالاكومبليسمون اللي نعمل فيه، اللي كل يوم نمشي نعمل يونتاج، وقدمت بالمعمل بالكدا، وزيت عطاني ثقه، دونك حتى كي كملت بعد 6 شهور عطاني ثقه، اللي اسمع ياك فينالمون معناتها اوبيغ هاك تدبتي روحك، هاك تنجم تتصرف، تنجم تخدم في معمل، تنجم تخدم في اي بلاصه، دونك زيت خلتني متهني على المستقبل بصفه نسبيه بطبيعه، وهذاك علاش قلت تعرف كيفاه باش نكمل في التمثيل 100%، ونهار اللي معناتها بقوه او باللي يصير ما عادش نجم نمثل ولا يوفى كل شيء، تو ندبتي روحي معناتها مش نرجع نعمل بلاستيك ما توفيش، اي نرجع نعمل بلاستيك ولا نمشي لاي حاجه اخرى، ما تخاطر نرقى لي روحي، نجم ندبتي روحي.
نحب نشكرك برشا محمد. عايشك. نقول لك اللي راك تستاهل النجاح هذايا. عايشك. شكرا. ونعرف انه ماهوش سهل. ونعرف انه راه برشا خدمه برشا تعب. نحب نقول لك عيدك مبروك. عايشك سنين دائما. كل عام وانت حي بألف خير. عايشك. عايشك. ونورتنا رمضان السنه. ميرسي بوكو. عايشك. شكرا ليك محمد المراد. الليلة ليلة باش نحكي على وفا كاش. وفا كاش هي مؤسسة دفع متميزة جدا. وفا كاش عندها ترخيص من البنك المركزي التونسي، تقدم جملة خدمات مالية للتوانسة. الحياة أسهل مع وفا كاش. كيفاش؟ اليوم بفضل وفا كاش كيف توصلك فلوس من الخارج، تنجم تمشي لأقرب فرع وفا كاش، تتسلم فلوسك بالوقت ومن غير شد صف ولا قلق. بما أنه العيد على الأبواب ونعرف اللي جاليتنا بالخارج تحب تفرح بالعزيز عليها في تونس، وخاصة تبعث فلوس بوستر يونيون ولا مونيجرام ولا ريا، مع وفا كاش ما عندكش مجال للحيرة. كل الفروع محلولة جمعة كاملة حتى سبت لحد وبعد شقان الفطر، يعني فلوسك توصلك بأمان ومن غير تعب وإلا قلق. كان عندك عائلة في مدينة وإلا في ولاية أخرى في تونس وتحب تبعث لهم فلوس، سهل برشا. تنجم تمشي لأي فرع وفا كاش، تنجم تبعث فلوسك وبالوقت الطرف المقابل يتسلم المبلغ ومن غير تعب وإلا صف وإلا خاصة ستريس. الخدمة هذه للجميع، للناس الكل اللي تخدم بعيد على عائلتها، للناس اللي تحب تعاون شخص بعيد عليها، للطلبة اللي والديهم يحبوا يبعثوا لهم فلوس من ولاية لولاية. الحل المثالي هو وفا كاش. كل طرق السلامة مضمونة، من كود حماية تستعمله مرة واحدة باش عملياتك المالية تكون آمنة، مع ضمان السرعة والنجاعة بحكم أنه فلوسك باش تخلط في الوقت. مع وفا كاش الخدمات عالية الجودة. للتذكير فأنه فروعنا موجودة في عديد الولايات، في ولاية أريانا، في ولاية تونس، في مقرين، في منزل بورقيبة، في جمال، في جندوبة، في القيروان، في جربة وجرجيس، والعديد من الفروع في وسط صفاقس وفي جبنيانة وساقية الدائر وفي جابس. وفا كاش باش تكبر بيكم ومعاكم وباش تقرب لكم من خلال فروع جديدة، والشهر هذا باش تكون موجودة في سوسة ومساكن. ونستدعوكم باش تتبعوا صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة تو على الشاشة، برشا جديد يستنى فيكم. لمزيد الاستفسار تنجموا تتصلوا برقم مصلحة الحرفاء 36 03 18 18. نعود لكم 36 03 18 18. عشرتنا في عيشتنا. الو وي امي، هاكا بعث لك الكود، امشي لاقرب اجونس وفا كاش وخذ فلوسك. عايش لي ولدي وصل. مع عشرتنا في قضيتنا، مع عشرتنا في قرايتنا. فرحتنا في لمتنا، مع وفا كاش عشرتنا خير. عشرتنا خير كما كنتوا تشوفوا. وفا كاش باش تكون مع عشرتنا في كل مراحل حياتنا. وفا كاش هي اللي باش تقربنا من العزيز علينا. كرهبة تمشي، كرهبة تجي. كرهبتنا واليس وولف سومها 118 مليون و800. الكرهبة هذه تنجم تكون من نصيبك، سهل برشا. خذ تليفونك اكتب حرف A وبعثه على الرقم 85 811 85 811. حظ سعيد للجميع.